السلام عليكم، صباح الخير، صباح الجمال. شفتوا الباب ذا؟ له قصة بعلمك اياها. الحين اعلمكم. صباح الخير، صباح الجمال. مرة من المرات طلعت من البيت، عندي شغلة الظاهر برا، فخليت باب الشارع مفتوح، الا ولدي عبد العزيز يركض وراي ويلحقه مثل ما يلحق بعض البزرين. المهم اني وقف بالباب وحط يده على طرف الباب كذا ماسك الباب. إلا يجي الهواء بأعلى قوته سبحان الله يصبخ الباب على أصبع ولدي، يعني ولدي أصبعه صار بالباب ومتسكر الباب. عشان أنا أطلع أصبع ولدي لازم أنا أسحب الباب وأفتح الباب. طبعا الولد من قوة أصياح ما يصيح، يعني شيء رضحة وواقف الأصبع بالباب، وأنا كأب يعني بأضغط على إيد ولدي زود عشان أفتح الباب وطلع إيد عبد العزيز. المهم إني فعلا سحبت الباب وفتحته متواسي هذا، يعني خلاص صاير سبحان الله من نعمة الله إنه ما كان على المفصل هذا وإنما على هذا فقط. كان يصيح صياح لا يمكن وصفه الحقيقة، يصيح فيه علاج. أمي الله يجزاها الجنة معلمتنا نخليه ببيوتنا، هالعلاج ذا كل واحد أوصفه يسويه عنده بالبيت. تحتاجه أحيانا ينصك عليك باب السيارة، أحيانا يطيح على رجلك كسرة بلكة، أحيانا أي أمر، أحيانا يصير الألم تزوغ كبدك. تعرف لا قالك تزوغ كبدك، يعني يوجعك وجع أنت ما تقدر، ما تدري شو تسوي بروحك وقتها، يعني يوجع وجع ما تقدر تصفر الحقيقة، وجع يوجع سبت. العلاج وشه؟ طبعا العلاج أنا مجرد ما سويته كان الولد يصيح صياح، والله العظيم إنك أنت اللي تشوفه إنك تتفطر سبتك ما تدري شو تسوي، يصيح صياح، إن شلته يصيح وإن قعدته يصيح وتشوفه يصيح، يعني حتى صياح عن الصياح يختلف، فيه ألم، فيه وجع، وكل يمكن جرب أو شاف مثل كذا. المقصد مجرد ما حطيت عليها علاج والله العظيم بظرف ما يتجاوز يمكن 5 إلى 7 دقائق إلا الولد ساكت ومتاح ونايم. يا جماعة هذا إذا ما حطيت العلاج ذا غالبا والله نكتقد أحيانا يوم كامل تبكي بنفس الدرجة، يعني مؤلم الوجع ذا، احيانا فيه الم هذا، وفي احيانا وجع الضرس، وفيه انا بعطيكم كم علاج صار معي وشفتهن انا بعيوني. العلاج ذا وشو؟ سنام البعير تاخذ منه وتحطه على مقلات وتذوبه، وتاخذ الذايب ذا وتحطه بكيس، اصلا يجمد هو، مجرد ما يتعرض للبرود شوي يجمد، حطه بكيس وربطه وخلوه عندك بالثلاجة. هذا 1. 2، بر تخلي بيضة أيضا عندك، وملح تطحن الملح، مو بحق ساسة ولا غيره اللي هو المركب، لا الملح العادي الطبيعي تطحنه وتنعمه وتشخله وتخلي عندك، وموية. إيش طريقتهن؟ إذا صارت الحدث ذا مجرد ما يصير تروح للمقلات وتحط شوي بالمقلات يذوب على طول ويسيح، ثم تحط عليه اللي هو الطحين ذا، ثم ببياله كذا تحط الملح وتذوبه، وتاخذ الطحين والسمنة هذه ثم تعجينهم مع بعض مع الملح والماء، هذه خلاص صار عجينة، تاخذه وتحط على الألم أو الضربة، بلحظات ممتص جميع سبحان الله الألم، شيء عجيب. هذا 1. 2، عندك وجع الضرس له علاج بسيط، قوه. هالايام دخلت على رفيقي لي واذا هو يئن انين من وجع الضرس، اي والله العظيم، والله انه ما يقدر يتكلم، وكل نجرب هذا الله لا يعيده من شر. بعد يوم شفته قلت ها شلون ضرسك؟ قال ابشرك الامور تمام. وش العلاج؟ قال العلاج كبو. وش هو الكبو؟ الحين اوريكم اياه، اللي هدب الاثل اللي تحت الاثل تاخذه
ثم تجيب لك بس منديل ولا كذا وتولعه. اول ما يولع يصير في دخان، الدخان ذا هو اللي تخليه يدخل بثمك. طبعا للوز هذا اشبه ما يكون بالمضاد الحيوي، يفك بسرعه عجيبه، ولا اضرار ولا شيء، فقط يدخل الدخان هنا، لا تستنشقه، فقط يمر على مكان الالم. مجرد انت احيانا تشتم ريحته بسيطه وكذا، اذا فيك لوز او كذا يفك شيء عجيب. أوريكم الان هدب الاثل. هذا الاثل زين. ايوه خلينا نروح منه. شفتوا هذا هو هدب الاثل. شفت هذا؟ اقسم بالله مضاد حيوي، شيء مو معقول ابد ابد ابد. الناشف ذا منه، فقط تحط لك كوم وتحط تحته شوي اي شيء يولعه، اذا دخن تستنشقه. شيء رهيب جدا. هذا علاج ثاني، بعطيكم علاج ثالث. علاج الثاني مره، طبعا كل العلاجات اللي بقول لكم سهلات، وترى البعض ممكن ما يسويهن لسهولتهن، ما يستوعب هالسهوله ويسوي هالعمل. مره اخوي يلعب بدباب باتشي ذا، فكواه الدباب من عند ساقه، خلاه صغير شوي هو، خلاه وكذا وكذا. المهم انه سبحان الله استجرح وبدا يطلع صديد الله يكرمكم، وغدا اخضر كذا، وكل ما يكبر حاولنا ورحنا بالمستوصف كذا كذا، حطنا على العلاجات، سبحان الله قسما بالله ما تغير. وكل ما يكبر وبدينا نخاف، يعني خفنا انه مثلا تقصر رجل او كذا، الموضوع صراحه صار صعب يعني يخوف. فواحد يعرفه رجال كبير قال عندي علاجك. قال وشو؟ قال لا انا اجيبه لك. والله انه جايبه، والله العظيم اننا ما ندري وشو. ومر ياخذه ويجي لام اخوي ويطبه، حطه على رجل اخوي ولف عليه شاشه وقال خله. يوم صار من بكره او بعده انا ما اذكر، ويجي يفك ويحط عليه، ولا والله خاف، سبحان الله ضامر الجرح وناشف. المهم مرتين ثلاث نسيت كم، سبحان الله ويطيب ويشمع الجرح. وش هو علاج؟ والله لو اقول لكم تستغربون. شاهي ساحنه سحن. شفتوا الشاي العادي؟ ساحنه وكذا حاطه بعلبه ويحطه عليه ويلف عليه شاشه. امر عجيب قسما بالله العظيم. هذا الثالث. الرابع، قبل كم يوم واحد من الغالين علي صار عنده ألم شديد بمفصل من مفاصله، بدأ لدرجة ما يقدر يمشي خلاص، وراجع المستشفى وحاول، سبحان الله عجز يمشي، على أنه شيء سهل يعتبر، ولو بمرض مثلا يودي لكن سبحان الله تعوقل، وعلى بالك أنه بكرة يشوي كذا، بس سبحان الله طول. والمشكلة انه احيانا يكون موقع حساس مثل ركبه، كعب، يعيقك على الحركه، تبدا تعالج قدام الناس، تبدا مشكله. فقالت الوالده خلوه يحط فيكس مع ملح ناعم ويدهن الموقع ويحاول يدفيه، اذا هي بالكعب يحط شرابه، اذا هي بالركبه يلفه، المهم انه يحاول يدفيه. سبحان الله علمت صاحبي والله من بكرة أنه بادي يمشي، وأن الألم خاف أكثر من 90%، لدرجة قسما بالله أنه متصل حولي يصيح يدعي لي ويدعي للوالد، يقول يا أخي ما تخيلت أنه بيسوي شيء. هذول علاجات. إذا عجبنك حاول تعلم غيرك تنشر المقطع، ترى والله العظيم أحيانا تصل الواحد بأحلك ظرف وكل